خليك 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 عمران، خليك عمران، لا تحرك عمران، لا تحرك عمران. أوه. حياكم الله في فلوق اي 3، وحنا الحين اليوم الثالث والاخير في معرض اي 3. راح نوريكم اشياء رهيبه جدا، ونوريكم تقريبا كل شيء في المعرض ما شفتوه بنوريكم اياه اليوم. لكن قبل ما نبدا، تعرفون ان التصوير هذا الرهيب اللي شفناه قدامكم يتم عن طريق جوال هواوي بي 20 برو. والحين خلونا نبدا. اول حاجه اوريكم اياها شيء رهيب، وش ان عمران تزوج. عمران لقى له زوجه محترمه محجبه، ويعني واحده كويسه. فالحين اوريكم اياها، تعال عمران خلينا نوريك. ما اصور زوجتي. ما لا يا عمر عادي متغطيه. شو هذا؟ هي هذه زوجة عمران متغطيه. عمران راح اوقف جنبها، خليني اقص طولك معاها. شوف طول عمران معاه زوجته. يا سلام يا سلام، ولا احلى منهم. طبعا هذا الشيء الشخصيه ذا من لعبه سيكرو شادز اوف توايس. عمران خق عليها وقال له بتزوجها، بس طبعا بعدين قلت له انه تمثال ضاق صدره، وعنده سبحه سبح كل يوم. طبعا عشان تعرفون هنا النتائج، وين هذه ايش النومينيز؟ طبعا ارهب نومينيز موجودين ترو جيمنج اللي هو احنا. زي ما تشوفون احنا لعبه ووكن ديد المشهوره قاعدين يستعرضونها. هذه سيارة فيها زومبي. تعال تعال شوف شكله عادي ذا والله. اوكي يتحرك يتحرك. اسفين معليش. يا ربي هذا شيء عايش. هذا عايش؟ هذا بعد عايش؟ لا لا ما عاد. لا ميت ميت. اوكي ميت هذا، وينه؟ جاء ثانية؟ لا لا ميت هذا ميت. ميت يا ربي حسبي الله عليك. نسيت ايش بقول. الزبدة هذه اللعبة وقت. هذه اللعبة الجديدة؟ اوه ماي جاد. اوكي طالع الناس كلهم يصورونه. وش ذا؟ كم الاشياء الرهيبه الموجوده. هذا السلاح الماستر سورد حق لينك، لانه بيكون شخصيه من بريث اوف ذا وايلد، بيكون شخصيه من بريث اوف ذا وايلد لينك. وهذا السليت حقه، وذي خوذه كابتن فالكون. الحين بروح عند واحد من الشخصيات الرهيبه بسال السؤال الاثري اللي باللعبه. تعال خلينا نشوفه. نو تاتشينج. انا ما نتاتشينج. اتس اوكي باي، اي ويل توك تو هيم. اتس اوكي اوكي. قالوا لا تمسكه. طيب طال عمرك سام. هذا سام معانا موجود. اخبارك سام؟ كويس. سام انت ايش سالفتك؟ وسالفه التريلر اللي اعطيتونا اياه؟ هذا البيبي ايش ايش يسوي؟ واللي ورا في ظهرك هذه توصل بيتزا هات انت ولا ايش؟ ماني فاهم انا ما شاء الله. هذا تمثال طبعا من لعبه ديث ستراندنج، تفاصيل مره رهيبه، خاصه هذا الشيء اللي يتحرك لما يطلع وحوش. طبعا ما في وحوش عشان كذا ما يتحرك. اهم شيء حط لك الاحبال برضو، معناته بيتسلق اشياء. عنده الشنطه هذه شكلها فيها شيء مره مهم. البيبي هذا اللي كلنا من لحس مخنا، وش ذا البزر ايش سالفته؟ وهنا تعال عمران بالله، هذه جت بالتريلر حط لك اياها هنا بعد. تشوفون هذه؟ هذه عباره عن ميداليه فيها شعار الشركه اللي هو هذه اللي انا اقول هذا شخصيه، عرفت؟ موجوده. وزي ما تشوفون هنا، تعال عمران هنا، هذه البريسلت اللي توريك اذا انت بتموت ولا لا. كذا لونها ازرق، طاقتك ممتازه، تتغير تصير طاقتك مو كويسه. تعال ورم الشنطه هذه من ورا عمران، ورم السلاح هذا. هذا السلاح زي ما تشوفون سلاح اللي استخدمه، ما استخدمه في اللعبه ابدا، ما شفته عمر استخدم السلاح ذا. وزي ما تشوف هنا، اوكي نايس عمران. هذا السلاح عندك، شوف كيف التفاصيل. عمران نجيب اشياء هنا من التريلر بالراحه. غالي غالي والله مره غالي. شوف كيف التفاصيل. وطالع هذه الشنطه عنده، شوف كم واحده، واحده ثنتين، وهذه الكبيره. وغير هنا عنده حاجه مكتوب لود كاباسيتي 200 البيز، يعني تفاصيل بشكل غير طبيعي. وتعال هنا، تعال تعال. ايوه بشوف البيبي. اي الوجه اهم شيء، الوجه البيبي ووجهه. واو حط وجهه. شوف التفاصيل، حاجه حاجه غريبه، شيء كبير. تعال هنا تعال هنا عمران، شوفوا معاه جزمه. الجزمة هذه انت بكرامة مكتوب عليها بريدجز اللي هي اسم الشركة اللي هم فيها. فمع الجزمة مع الشنطة مع العدة كلها، لعبة ديث ستراندنج ايش بتطلع؟ إذا التمثال هذا قعد لو قعد أحلل فيه من هنا لبكرة ما راح أخلص.
كله تفاصيل. فمتحمسين لعبة الأسطورة كوجيما. الحين بوريكم شيء أسطوري، شيء كل واحد يحبه. أول شيء نبدأ هنا عمران يمين، شخصية مين هذا عمران؟ راتشت من راتشت أند كلانك. هلا راتشت، نايس. سوي بوز بعد لكم. والشخصية الثانية ما أعرف اسم البطل صراحة، بس أعرف اسم اللعبة. إيش اسم اللعبة عمران؟ ساموراي. لا مو اسم اللعبة كذا. جوست. جوست تسوشيما. تسوشيما صح. شوف ساموراي كذا. أوه شوف عطاك البوز حقه. قبل بوز بوزينج. إهدى لا تخليه يعصب. أوه قص الناس. طبعا عمران أنا أقول هذا أنت مفروض أنت بداله. يور فاذر كريتوس. أنت قلتك الكاميرا. يلا روح له. لا خليك لا تحرك عمران. خليك عمران. خليك عمران. لا تحرك عمران. لا تحرك عمران. اوه نو. اوكي. كمل. قص راسك. الحين مع محبوبة الجماهير الرهيبة. مين هذه عمران؟ علوي. مو علوي. إيلوي. إيلوي. شوف. بالعربي علوي. علوي. علوية بالعربي. من لعبة هورايزن. هاي نايس. مين هذا؟ هذا من لعبة جديدة بتنزل. ايش اللعبة؟ ناسي اسمه صراحة، بس انا فكرتها انك ترسم الوحوش زي كذا. وهذا الولد اللي معاه اللي هو في البطل اللعبة. يب. طبعا هو شكل الولد مين؟ يذكرني في الولد حق انفيمس سان. سكند سان بالضبط. فيري نايس. هذا معروف، هذا حق الفي ار. هذا حق الفي ار. ياه لعب الفلة. هلا والله شيء يتحرك ذا. رهيب. شوف عيونه تنور. اي صح فيها نور. فيري نايس. الحين بوريكم جناح من افضل الاجنحه صراحه شفتها في المعرض. جناح لعبه سبايدر مان، صاير كنا مدينه نيويورك زي ما تشوفون. سبايدر مان هناك فوق متعلق، وهنا قاعد يجيبون الالعاب حقت سبايدر مان. وهناك حاط لك طبعا اوزبورن العدو اللدود الرايفل حق سبايدر مان. وهناك في محل باربيكيو. عمران تبي نجيب لك منه شيء؟ ابغى لحم. لحم؟ ابغى لحم. ابشر. خليكم الحين باقي الاشياء الرهيبه بعد عندكم هنا. ديفيجن 2 في التمثال الرهيب هذا، الظاهر دكتور اسنان عمران اللي فوق، ولا وش قاعد يصير هنا؟ ما ادري ايش قاعد يصير. جراحه ما عمران اخبروني. عمران دكتور. فزي ما تشوفون هنا هذا البوث حق سبايرو زي ما تشوفون، شكله رهيب كنا طالع من لعبه سبايرو نفسها. بس ارهب شيء في البوث اوريكم اياه الحين، حاجه جدا رهيبه. اتمنى تكون تطلع المراوح هذه طالعه. لا بس هو طالع سبايرو فيها. شكله غلط. في سبايرو 3D قاعد يطالعنا هنا، بس مو باين لان المراوح اسرع من الكاميرا او شيء زي كذا. هنا احنا طلع شعار سبايرو. بس اترك هذا ما اخوريهم ارهب شيء في البوث. وين عمران؟ ترو جيمنج. هذا حنا. That's us. يا ترو جيمنج. يب. When is the winner announced or how does it work? To be on our website. Okay. TrueGaming.com. After the show. After the show, yes. Okay. وبكذا نكون خلصنا معرض E3 آخر يوم، ورأيكم كل شيء رهيب فيه. لكن الفلوقات ما خلصت، بكرة راح يكون في فلوق جدا رهيب بسوي لكم إياه وانصر لكم إياه، وراح يكون حاجة مفاجأة ممتازة. خليكم معنا، اشتركوا في قناة ترو جيمينج، وضغطوا لايك إذا عجبكم الفيديو، وساعدونا بالكومنتات إيش اللي عجبتكم في المعرض، إيش توقعاتكم للمعرض السنة الجاية، وأيضا إيش تبون نسوي لكم بالسنة الجاية من أشياء رهيبة. يعطيكم العافية. كما كفاية الشيحة وعمر الحازمي الرهيب. مع السلامة.